قولي يا من تنصح الغلطان قدام البلاء، انت قصدك تنصحه ولا انت قصدك تفضحه؟ قولي يا من تنصح الغلطان قدام الملا، انت قصدك تنصحه ولا انت قصدك تفضحه؟ كان هو غلطان اخذه بس اخذه في خلا، وانصحه وادعي له بسرك عسى الله يصلحه. حط نفسك في مكانه وكل عبد يبتلى، واعرف ان الكلمه اللي بتجرحك فتجرحه. النصيحه سلوب راقي وما ظنك تجهله، ان بسلوبك معاه يا تخسره يا تربحه. قول يا من تنصح الغلطان قدام الملا، انت قصدك تنصحه ولا انت قصدك تفضحه؟ قدام البلا، انت قصدك تنصحه ولا انت قصدك تفضحه؟ من ستار مسلم ستاره الله لو تتملى، باللي وصانا رسول الله يوم تناصحه. يمكن انك لا نصحته في خلاه تبدله، ويمكن تكون السبب لتاب الله سامحه. انما الدين النصيحة، وبالنصيحة يا هلا، ويا مدور من وراء جهر النصيحة مصلحة. بنصحك لا تنصح الغلطان قدام الملا، انصحه بسر وادعي لعسى الله يصلحه. قول يا من تنصح الغلطان قدام البلاء.